لا قتلته ولا هذا اللي لازم انا اعمله؟ التوتال كان ريليز بيرند. اللحظة شوي خليني اشوف الصورة اللي تبعت لي اياها. الله ندري يا مودي لابس القفاز. ما شاء الله مين يبشر؟ جبار؟ لا لو ضعيف والله لسه بقرب اهو بشوفه. هذا يا طويل العمر والسلامة كالوريز 2967. هذا الله الكالوريز وقف اللي انت وقف خلينا حرقتهم نشوفه. باليوم، وين ما ادري هذا اللي حرقتهم باليوم. ما اقدر اشوفه، ما اقدر اشوفه. سيبك من الرسم وسيبك من الاكتف، ما تركز معاهم، خليك على التوتل. ما انت ما شاء الله حسن 114. اي حركه منك بتاخذ مجهود. كاجيكا ميت عندك لو عادل؟ طبعا كاجيكا. الله ينعم عليك. مش بس تحتاج اكسجين اكثر، تحتاج يا طويل العمر والسلامه بلد سيركيليشن اعلى. خلي هذا ما سايبولون علي، شوف بالو علي. العمليات الايضيه بتكون عندك بتتم بشكل اكبر من اي حد ثاني. حسن كاجيكا ميت لو بعد عدل؟ كاجيكا لا بعد اظني. ايه شوف انا عم بعد، انا عم بعد مش ساكت انا ما حكيت منه. بالضبط 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 حبيب قلبي، الحمد لله رب العالمين، الله يسعدك. مش قصد غير حبيبي يا حسن، الله يسعدك. اوه جيب راشد. سلام. توكل توكل. خيب. توكل توكل. غيب غيب ها؟ ايه. انا سامع صوت ابو راشد. ايه يجي يجي. تخيل. بس مش عارف صوته جاي منين. ما ادري بساعه سيارة مدري بسفر مدري. ايه بسيارة مبين. يلا. ابو راشد جون علي. شو عجبك؟ خرابيسك. هو دخل البارتي امتى اصلا؟ ما قاليش ان ابو راشد داون على البارتي. لا قبل دخل جاني شعار. انت النت عندك كويس انه مخليك معانا في اللعبه اصلا يا مادو. حلو قوي حلو قوي. انا ببص ايدي شعره ودقنه على رأي الليمبي. الله شعره ودقنه. انا اذا اعرف هذا ايش عنده الباب يدمج فيه يوميا قصعقة. يا مرحبا مين داخل؟ العين ولا ابو ظبي؟ الى العاصمة. الله الله الدرب. يا سلام عليك يا سلام عليك، والله تشرف وتؤنس. هو انت في دبي يا انس؟ الشرق. ايه؟ الشرق. الشرقة؟ ايوه. جنب دبي على طول. يا خليني اعمل ريلود. طيب والله قاعدين نلفل حق حسن يا اخي. هلا حسن كل شوي تلفيل. ايوه ردت على ردت على المخلوق. هلا كنا حسن والله يا ابو راشد، بس شو نسوي معانا في الكلام؟ ما نقدر نقول له شيء يعني، ربيعنا وان شاء الله ما يقصر يعني. لا لا ان شاء الله ما بيقصر، ان شاء الله ما يقصرون مع اخواننا، بس قاعدين نساعده مسكين ريال يعني شو نسوي. اوف اوف متهور متهور ما ادري. جاك 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 جاك. ما عندك موارد؟ لو عندك موارد ايوه، بس ما عندك موارد.
مسكين مسكين اليوم اليوم استسلم للامر الواقع وقال لك خلاص بسوي شخصيه بس. هذا موارد والله موارد ماشي. حلو. انا حلو حلو خلاص متى بتدخل؟ اوكي ابو راشد دعوه دعوه دزي دعوه. طلع معك بالسيارة. لا بيك بخ يعني بيك بخ تقول كاجيكا خلاص اكس كاجيكا لا 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 نروح بقى ال اكس مركب انا ما عندي اكس بعده على خير ان شاء الله الله يحفظك حسن انا ما بعدنا ما مكمل كاجيكا اه ايوه خلص لك اياها عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظك الله افا الله خو سهلة كله ما ياس فوق المليون لحظة يا مادة دقيقة جايك يلا يلا نتعلم منك نتعلم منك سهلة الأيام جاية الله يا مادة 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 كاظ الفرد الفرد ويباو على الباب ايش وقت تطلعون طلعت ابو الملك لا القفاز امتاني بس يعبي بس اكو خاصية تعبي بسرعة لا القفاز ما بيعبيش الفرد اللي بيعبي يتضخ شو ما يعبي اقرأ اقرأ انت قرأت له لا الفرد اللي بيعبي زين انا قاعد الاحظ عليه العلامة مالتك قاعد يصير برتقالي ومرات يصير رصاص ابيض يعني اكو شيء قاعد تلعب عندك بالقفاز لا لا يا فترة سكون هاي فترة سكون اي هو شنو ايش يطي غير يطي دمج هاك شوف يطي دمج مو يعطي دمج ايوه اي ما قاعد اقول له يشتغل القفاز يقول لي لا ما يطي يطي ضخ اصل انت بتقول بيعبي انا اللي بيعبي دوت ال والله بتوصل مليون يا حسن والله طلقة يعني واحدة فرد على الاخر قول من وقف قدامي هتلاقي احمد ايوه شو قلت بيه رجعت علي ليش تتبل علي
انا قايل لك اثبت علي اضرب فوق انا قاعد اضرب فوق هاي جيت طقت منها بحجر ورجعت عليك الله يعني مليون ومتين والله مليون ومتين وصلت بالله عليك اريد منه هذا القفاز ما يصير الذب لي اياه من الموسم ما الا الموسم خاصه شو وصلني السيزون انا بصير صاحب الشخصيه لا مو عليك مو عليك لا بس دوا الدمج اللي باخده البف من القفاز والفرد الاثنين ايوه 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 برسني تعال تعال انزل المشحن الفرد انزل 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 ما ينزل لا تنزلون اصعدوا شوي ضروري خليني انزل برا ها فوق كلهم فوق واطق بلانشا مليون لا اطلع هنا سعود اطلع لا لا بعد شوي ان شاء الله شنو شكو بس ايه الام كي 2 1 ودي ده ساعة ولا ايه؟ شو هذا؟ شنو؟ الام كي 2 هذه ساعة؟ ساعة هو مش هو مش ساعة هي كمبيوتر دايف كمبيوتر دايف؟ كمبيوتر دايف هذا بنستعمله بالغوص بس هي صارت تقريبا يعني ليلي تعالي يا ليلي لا تدفع لا تدفع خلي هناك سنتر رياضنا ما دفع انت خيب 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 يا اخي دعب بياسة شنو هو الدايف كمبيوتر يا سيدي احنا هذا بنعتمد عليه بشكل اساسي في الغوص من غيره ما بنعرف الغوص وبنفس الوقت هو الحاجات دي وكده يعني لا 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 وبنفس الوقت هو سمارت واتش فالقسم تبع السمارت واتش هو اللي بيشوف لك كل ضربات القلب والشغلات طيب بالنسبه للكمبيوتر دايف بيعطيك العمق بيعطيك نسبه النيتروجين بيعطيك نسبه الاكسجين بيعطيك كم ضايل معك في التانك خزان الاكسجين قديش ضايل عندك وايش عرفوا الحاجات دي بيعرفها زي من خزان الاكسجين ما هو دايف كمبيوتر مربوط على السلندر تبعك انت بتربطهم على بعضهم طبعا وبيعطيك العمق تبع المي وبيعطيك نسبه النيتروجين اللي هي اهم شيء وبيعطيك كم لازم توقف لانه احنا ما بنقدر نطلع مره واحده لما تنزل انت 40 متر ولا 30 متر ما بتقدر تطلع مره واحده لازم توقف في النص شوي فتره فهو اللي بيحدد لك كم الوقت اللي لازم توقف فيه وعلى اي مسافه بالضبط فهو تقريبا كل شيء يعني نافيجيشن بيحفظ خرائط عشان لما تنزل مكان بدك ترجع له مره ثانيه تعلم المكان هذا ترجع تنزل حلو اكله بالساعه هو هي من جارن شركه جارن هي من شركه جارن شركه جارن قويه الشركه جدا اعمل عليها سيرش على ال شايفه لا تطلع لك ال MK2 قوية جدا السعر ايه قوية ذكاء مو طبيعي بيها ذكاء صناعي والسمارت واتش اللي فيها بتحلل لك نبضات القلب بتحلل نسبة الاكسجين بتحلل معدلات الاسترس بجسمك بتحلل كم كالوري اكلت بتحلل الاكل مال اليتيم بتحلل يعني شغلات كثير بتحلل لك حتى من النوم قاعد انا اللي مش فاهمه بقى بتعرف ازاي الحاجات دي كلها بتحللها ازاي يعني نبضات القلب تمام بيبقى فيه زي ليزر كده بيشوف
نبضات القلب، انما بيقيس نسبه الاكسجين في الدم مثلا ازاي؟ ما هو انت اوكي تمام، هو انت لابس، هي فيها سنسر حلو، اي نفس مبدا الباتشز اللي بيقيسوا فيها نسبه السكر بالدم، تعرفها هاي تبعون السكري، مرضى السكري بيكونوا حاطين لزق على ايديهم دائما طول الوقت. اي صح عرفتها. هلا هي مش دقيقه 100%، في مساحه 10% ممكن لا ممكن لا، بس لنسبه 90% فيها دقه، يعني بتعطيك افرج. بتحسب لك الاسترس تبعك، بتحسب لك معدل نومك، كيف نمت، نمت منيح ما نمتش منيح، كله هذا كله. بيش هي هاي؟ كيف؟ كم سعرها؟ سعرها في الإمارات تقريبا 5500. يعني تطلع عندنا بسرعة للمليون. يعني تطلع مليون. مليون شو؟ عراقي؟ ايه والله ما ادري. مليون صار الحين 5000 درهم مليون. مو انت معاملتك كم تختلف؟ والله هو انتوا عندكم اقل من عندنا ولا ايه؟ مو اقل، لا اكثر، يعني احنا بالدولار. كم دولار هي؟ انت الدولار بكام؟ 120. 120 هو العملة بتاعتكم ايه؟ دينار. لا دينار. الدولار ب 120 دينار؟ 120 دولار، يعني 120 ايه دينار، يعني تحسبها شلون نقول؟ انت بكم الريال؟ الريال هو هم نفسنا ترى. حرام والله قوة، يعني عملة العراق كانت من اقوى العملات الموجودة. انت ما علي من عندنا بالريال، هو الريال عالي. الريال بكم بقى؟ احنا شغلنا دولار. مش الريال من شوية مش دولار؟ هو نفس الفلوس، نفس السعر. عندكم 120؟ ايه. ازاي؟ ما ازاي بعد انت ترجمها. كيف ريال ب 120 دينار والدولار ب 120 دينار؟ أيوة. والدولار اصلا ب 3 ريال، يعني كيف طبق مثلا؟ 3 ريال. يعني احنا عندنا الدولار بحوالي 15 جنيه، الريال ب 5 جنيه، هو زي ما انس بيقول كده، يعني 5 15. يعني 3 اضعاف الريال. يعني الدولار ب 3 ريال. ازاي انت عندك هنا 120 وهنا 120؟ جزء انا غلطان. لازم تشوف ليها بالدولار كم هي هاي الساعة. اشوف لك اياها لحظة شوي. كم ورقة؟ الورقة بيش؟ هسه الورقة 120، الورقة. الورقة غير 100 دولار؟ الورقة 100 دولار بكم؟ 120، الورقة 120. حد فاهم حاجة؟ بتطلع لا بتطلع ب 2 يعني مليون و 186 ألف دينار. شو ما قاعد أقول لكم؟ شو قايل لنا؟ قاعد أقول لكم غالية. ايه غالية. ايه وانتو عندكم السوني بكام؟ مليون و50. بمليون؟ ايه مليون. مليون عمي، مو عبال كم مليون. مليون يعني 2000 درهم. انا فاهم. وانتو المرتبات عندكم كل واحد بيقبض له 3 4 مليون في الشهر ولا ايه؟ لا شنو ماكو ايش. انا شلون اقول لك هسه احنا مليوننا يختلف عن مليونكم، انت مليونكم جزء اكثر او اقل ما اعرف. بالعراق يختلف، العمله غاليه يعني عندنا مو رخيصه. هذا
بالوا علي حرقوه مرتفلوا علي دين ايش سالت يمه بعد ما عاد نشوف الصندوق هذا خلي اللي يصير انا بفتح الصندوق في القصة ما فاتحينه ما في شيء اوكي افتح الباب اللي قدامك ده فاتحين ذاك الباب واحنا كلنا لابسين نفس النظارات ولا ايه؟ خدت بالك؟ طب هذا وين الحرق؟ بتاعته طالعة من تحت لحد فوق. حرق؟ ايش هذول؟ ما يطلعون ذيلا
ماشي. يعني سبت سيدنا احنا بنفايت هناك واحد هو هنا. تعال ابو على المفتاح. مو هذا ابو المفتاح. يا عم ده مش هينزل حاجه. ايوه والله خد. خساره المفتاح. خلص كده بتاع ده. اما ما اتكلمش ليه؟ قال ايزي بيزي. ما قالش ايزي بيزي. اه انت فاكرها الكلمة دي؟ فعلا هو بيحكيها هون لما يخلص يرفع اللايف. قاعد عمال بتجعر ليه في شلانة؟ والله يا بنت الكلب يا واطية. فاك يو تو يا اخوي. فاك يو. كيف؟ متنا معاها هي يوم تفجرت فجرتنا. ولا وهذا يدمجني بعد. يعني بالت علينا بالمختصر. كلكم انتوا شو؟ يا ساتر. لا خلاص اذا خلصت المشن بروحنا بنرسم.
ماذا في عداء نايم على يمينك يا انس؟ يا سلام عصمنا يا اخي استاذنكم شباب انا لازم اطلع. تمام شوكينيور ما تكت لي؟ والله لازم اطلع بنكمل بكره بعدين. كله بطلع دوام والله بكره دوام لازم وانا عندي ايه باكر دوام وانا عندي المشكله مشوار لازم اروح اطلع الحين اخلصه. يلا ما في مشكله يلا نشوفكم ان شاء الله على خير. نكمل بكرة يا ماد وأحمد. أوكي. كان عندي كينر راح أبو علي. خلي بكرة معانا. إن شاء الله خير إن شاء الله خير. أنت مين راح تروحون؟